يا وطن عاد عيدك على عز ونصر، يا عسى أيامك تعيش الفرح بسعودها. يا وطن عيدك النصر، وافرح وافتخر في حدود سطر النصر حب جنودها. يا وطن عيدك النصر، وافرح وافتخر في حدود سطر النصر حب جنودها. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير. نكرر لكم التهنئة بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عيد فرحة وعيد انتصار للوطن في كل المجالات. يشرفني أن أشارك أهالي محافظة الطائف في برنامج من العايدين، وتحديدا منطقة الهدى ومنطقة كذلك وادي محرم وما حولها من المناطق. نشاركهم في عيد الفطر المبارك ونهنيهم بالعيد. يا أخوان كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، من الغايزين. البداية أكيد دائما مع عند العمدة. العمدة طبعا هو طبعا واجهة المنطقة. معنا عمدة الهدى الأستاذ عادل أحمد النمري. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم طيبين. نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك في البداية للأمة الإسلامية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهد وولي العهد وولي ولي العهد بعيد الفطر المبارك، ونقول كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يحفظ علينا أمننا وأن يعم المسلمين عامة وبلادنا خاصة من كل سوء. ونرحب بكم في وادي المحرم، أحد قرى مركز الهدى، ونقول الله يحييكم. أبقاكم الله، موفقين إن شاء الله يا عمدة. لنا ولك التوفيق. العمد من أول كان عندهم يعني احتفالات، كل عمدة عنده احتفال، الآن ما عاد هي موجودة هذه. والله إحنا في وادي المحرم عندنا مخيم اسمه نسمينه مخيم العيد، يقام يوم العيد، تجتمع فيها القبيلة كاملة ويتعايدون. القبيلة ولا أهالي المنطقة؟ وأهالي المنطقة كاملة. أي نعم، كلها المنطقة. نعم. زين، وش فيه من برامج؟ والله برامجها قصائد ولعبنا المعروف، عندنا تعشير، وكذلك عندنا شعار ومحاورات. كل سنة طيب إن شاء الله يا أستاذ عادل. ومعنا الأخ الشاعر فهد بن شهيب النمري من أهالي المنطقة. كل سنة أنت طيب، من العايدين. كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله، والله يعيد علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين باليمن والبركات بإذن الله، والله يحييكم. تفضل. عندنا مشاركة بسيطة بمناسبة العيد، مشاركة بسيطة. أولا نقدم التهاني بالمعايدة والتبريكات لمقام خادم الحرمين ولي عهد ولي العهد، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شرور الأشرار. فنبدأ قصيدة فيها معايدة وفيها تعبير على مشاعر بما يجري في الخليج العربي وجزر العرب من الأمور، كما يعبر الشعراء عن مشاعرهم. أقول يا مرحبا يا عيد يلي على الدين، والله يعودك بلا من ولا ماني، واسم التهاني بالعطر والرياحين تضفي على سلمان ومحمداني. يا مرحبا يا عيد يلي على الدين، والله يعودك بلا من ولا ماني، واسم التهاني بالعطر والرياحين تضفي على سلمان ومحمداني. وحي الجيش المجاهد ملايين، وعايدة وهدي لها لمتناني، وعايدة أخواني بقلب المحبين، أخواني السنة بدون التواني، شاهت وجوههم لونه بالتلاوين، اللي لها وقت الفزع وجه ثاني،
ذبوا بدين الله وجابوا لهم دين، ذبوا بدين الله وجابوا لهم دين، كذب العمل يشهد لكذب اللساني، فالعاصفة ولدت من الوجه وجهين، بعثت نوايا من قبور المحاني، كنا نحسبهم صداقة موالين، ونعدهم ألاد عم وخواني، وكنا نبريهم ولاهم بريين، قدام لا يعلن صدور البياني، هموا بطعن ظهورنا بس سكاكين، لكن طعن صدورهم بس سناني، جوعة على حكم المجوسي وضامين، حلوا حرام الله بدينا لراني، عسكر عفاريت بقيادة شياطين، يسفك يماني دم أخوها اليماني، ما هو بمرض الله ولحنا براضين، واللي نشوفه من هوانا الهواني، وشلون عايد والقرايب محازين، وشلون عايد والقرايب محازين، والوضع ماله من بعدهم ضماني، وسلامة المسلمين. سلمت، بيض الله وجهك، صح لسانك يا اخوي فهد، كل سنة وانت طيب ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. الله انت. الاخ الاعلامي الدكتور مرزوق السفياني، كل سنة وانت طيب. وانت طيب ان شاء الله. الفايزين ان شاء الله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. انت من اهل الهدى ولا من اهل الشفا؟ لا، من الشفا. من الشفا؟ اي نعم. طيب الشفا في شيء يميز بالعيد؟ والله الحديث عن العيد في الشفا مثله مثل الهدى حقيقة. كلنا نحمل كثير من العادات والتقاليد، خاصة في التعامل في قضية المعايدة والألوان الشعبية اللي موجودة، فنعتبر مكملين لبعض، متنافسين في كثير من بعض القصائد وبعض ألوان الفنون الشعبية. مش أشهر الفنون الشعبية اللي تقام في العيد؟ طبعا يمكن المنطقة كلها واحدة هي تقريبا. الحقيقة أولا هنيكم جميعا بالعيد، فكل عام وانتم بخير، أسأل طيب الله عز وجل أن يعيد علينا وإياكم هذه الفرحة وهذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يحفظ المملكة حكومة وشعبا، وأن يديم عزها ورخاءها حقيقة. الحديث عن العيد ذو شجون، إن تحدثنا عن العيد في الشفا فنحن نتحدث أو أن الحديث في عن العيد في الطائف، تزخر مدينة الطائف حقيقة بكثير من الفنون الشعبية، ولعلها متقاربة في اللون، لكن ما يميز حفلات الأعياد حاليا هي الاجتماع بعدد كبير، أصبحت العوائل تلتزم بأعداد كبيرة لحفل المعايدة، وتوجهت القبائل الآن إلى وضع أيام معايدة متعددة، بالذات عندنا في منطقة الشفا حقيقة. أكثر الأنوال انتشارا الحيومة، هذه من الألوان الشعبية، وأيضا المحاورات الشعرية والتعشير، فن التعشير أو العرضة، هذا منتشر بكثير حقيقة في أبناء المنطقة، وقد يكون عادة القبيلة مع الأبناء إلى الموروث الشعبي القديم. في فترة من الفترات اختفى، الآن عاد ولله الحمد. هذه أشهر شيء. أي نعم، هذه أشهر الأشياء اللي موجودة عندنا. بيض الله وجهك. وجهك أبيض إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب إن شاء الله. وأنت طيب إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بخير. الأخ الشاعر يوسف بن قحوان الثقفي، كل سنة طيب. وأنت بخير إن شاء الله. شلونك؟ هلا والله. كيف الحال؟ الحمد لله. وش العيد عند الشاعر يوسف؟ أولاً نهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا العيد، ونهنئ الأسرة الحاكمة، ونهنئ الشعب السعودي، ونهنئ المسلمين عامة. ثانيا نرحب بزيارتكم الكريمة في الطائف، وبالذات في وادي المحرم. نعم، أنت عندك مشاركة، عندك سيدة؟ والله المشاركات كثيرة، والعيد يستاهل منا مشاركة. تفضل. يا لا 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 يا بلادي دوم العز والخير ومن العايدين، والتهاني تنشر من قبائل ثقيفة على وطننا، من قرانا وطائفنا وراس الهدى وارض الشفا، باسم دعوة ثقيفة الهوج واسمها المشايخ والعرايف، نهدي المملكة باقات زهران وورد طايفي،
باقت انت تتجه من آل مكة وباق أهل المدينة ثم باقه توجه للبواسل على الحد الجنوبي كلنا شعب واحد في نهار المعايد والحروب كلنا شعب واحد في نهار المعايد والحروب ثم باقات نهديها وتنشار على كل الجزيرة من ديار الورود ومن دعاة المحبة والسلام الله أنه يعز شعوبنا والولاة الحاكمين والله أنه يعز الدين والله يعز المملكة والله أنه يعز الدين والله يعز المملكة سلامتكم سلامت بيض الله وجهك وصح لسانك وجهك كل سنة وأنت طيب إن شاء الله بخير إن شاء الله الشيخ حسن بن محمد الشريف كل سنة وأنت طيب كل عام وأنت بخير من العايدين الله يعودك عليه بخير أنت والمسلمين أجمعين كيف الحال أبو محمد بخير أبشرك أبو محمد ولا في غيره أبو حاسم أبو حاسم أبو حاسم حياك الله كيف حالك طيب أحيا كيف العيد كيف العيد معك العيد إن شاء الله طيب معنا ومعكم ومع المسلمين أجمعين اللهم آمين تفضل أول شيء نبارك للملك ونقول الله يبارك لك في العيد ويجعل كل عام وانت بخير والمسلمين أجمعين بعد الملك من نهني الشعب جميع استاهلهم طيب بالعيد المبارك طيب ونقول بارك الله لكم وتقبل الله منا ومنك إن شاء الله صالح الأعمال تقبل منا ومنكم الصيام والقيام أنت من أهل الهدى أنا من أهالي وادي الشرقة وين هو مركزنا الهدى طيب وين هو وادي الشرقة هذا وادي الشرقة شمال الهدى شمال الهدى شمال الهدى طيب نبغى نتكلم عن العيد يا أبو شرف بنتكلم عن العيد في وادي الشرقة زمان ما هو بدل الحين أيوة. زمان زمان اي من يوم جاء الصبح وش تسوون وين تروحون وش تزينون وش جاء الصبح نبدي ونروح المشهد اي نعم حق العيد نعم ونصلي العيد نعم بعد نصلي العيد عندنا تعشير يسمونها العرضة اي نعم نسوي عرضة ونروح على البيوت ونفطر فيها جميع كلنا يلي نصلي في المشهد العيد جميع نصلي في المشهد ونروح البيت نفطر وبعد الفطور ننتشر كل اللي يروحون جهة ونسوي العيد العيد فيه قساميات اللي هي المجارير وعرضات عرضات هذه الله نصلي على النبي تعشير تعشير ايه ايوه بس هذا اللي عندنا هذا طيب الاكلات الشعبية في العيد اللي ما عاد هي موجودة اللي راحت كانت موجودة زمان وراحت في أكلات الشعبية اللي كانت يسوون كانوا يسوون ايه؟ الشعرية ايه؟ يسمونها الشعرية يسوونها زي المرقوق ويسوون المرقوق والسمن هذه راحت والعسل ما عاد هي موجودة هذه راحت انقرضت ما عاد يسوونها طيب طيب يعني أما اللي ميز العيد القديم التعشير موجود حتى الآن ولا لا أنا موجود والصلاة في المشهد الحمد لله موجودة لكن هل الاجتماع باقي زي ما هو عندكم في وادي باقي زي ما هو الناس يجتمعون يجتمعون هي والناس يجتمعون عندنا يسوون ملعبة في الليل وفي النهار تعشير كم يوم العيد العيد أربع أيام أربع أيام أربع أيام طيب أنت كم عمرك عمري تقريبا 74 74 أيوه الثوب اللي تذكره يوم أنك صغير يوم شرى لك أبوك في العيد أيوه الثوب أبغى لي تذكر الثوب اللي تذكر الثوب اللي أخبره كنت نلبس المحرود إيه المحرود من يعرف المحرود منكم والله أنا ما نعرف المحرود نعرف هذه الثياب هذه لا طيب المحرود له أكمام طوال إيه يسوونه يسمونه المحرود إيه؟ هذا كان عندنا هو الميزة في العيد وهذا هو اللي أنت يعني أفضل اللي تذكره يعني إيه شلون يجي ما هو أبيض صح وعندنا بعد في يسوون صمايد يقولوا لها العقربيات يسوونها بالصبغ يصبغونها ويسوونها رقعة صفراء ورقعة بيضاء رقعة هذه كشخة هذه ايوه هذه الكشخة حق كل سنة انت طيب ان شاء الله كل عام وانتم بخير والله يقبل منا منك ان شاء الله اللهم امين يقبل منا منكم الصيام والقيام اللهم امين الشاعر سلطان الطويري كل سنة طيب
وان طيب طال عمرك. العايدين. من الفائزين ان شاء الله. تفضل. اول شيء احب اهني الملك سلمان بن عبد العزيز، وهني ولي العهد محمد بن نايف، وهني ولي العهد محمد بن سلمان، وهن الشعب السعودي والجنود البواسل في الحد الجنوبي. أبارك للأمة العربية والأمة الإسلامية، وبهذا المناسبة عندي قصيدة. تفضل. أقول يا هجوس الشعر في العيد السعيد، هات هي الجزلات من بحر القصيد، انضمي نبض القوافي والكلام، دام في بنكي من الجزلة رصيد. هني الدولة العزيزة وافرحي، وباركي للحاكم الشهم الفريد، بارك لسلمان سلمان الحزم، وافرحي واستبشري بعهد جديد. وهني محمد ولد نايف بعد، هو ولي العهد زي زوم وعقيد، والوليه ابن سلمان الشهم، باركي له صاحب الراي السديد. وهني الشعب السعودي يجمعه من شمال الشرق بن عم وبعيد، وهني الجند البواسل في الجنوب، هم حماة الدين في يوم الوعيد. وباركي في العيد للأمة العرب وأمة الإسلام من كل الصعيد، تختلف لهجاتنا حسب اللغة، وتتفق أفكارنا وهذا الأكيد، نتفق في محاربة أهل الفتن، وكل من فكر في دولتنا يكيد، ونجتمع في ظل راية موحدة، نشهد أن الله معبودا وحيد، نعبده ربي له نصلي ونصوم، خالق الأكوان حنا له عبيد. وفي النهاية باختصر كل الحروف وانسج الفكرة على بيت مفيد، عاد عيد المملكة في كل عام، ودام عزك يا وطن في كل عيد. سلامتكم. مشاهدنا الكرام، فاصل قصير ثم نعاود استكمال هذه الحلقة من برنامج من العايدين، والتي نشارك فيها أهالي محافظة الطائف وتحديدا مركز الهدى في عيدهم بعيد الفطر المبارك. يا وطننا.